الماتش على القهوة. مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة غاية في الأهمية، مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة محليا وعالميا، وكل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهارده هيكون الاستاذ عمرو محي الناقد الرياضي باخبار الرياضه في الجزء الثاني من الحلقه، وهنستفيض في الحديث عن بعض الامور الهامه جدا. عندي كلام مهم قوي هنتكلم فيه بعد ما نشوف اهم العناوين. يلا بينا. الاهلي واصل تدريباته في تونس استعدادا لمواجهه النجم الساحلي. خمسمائة مشجع يدعمون الفريق أمام النجم. فايلر يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام النجم. الكلام النهائي في قصة مؤمن زكريا. الليلة مواجهة مثيرة بين ليفربول ونابولي في دوري الأبطال. طيب انا هبتدي مع حضراتكم بموضوع مؤمن زكريا، لان من امبارح كده كلام كتير جدا في القصه دي، رغم ان هي قصه محسومه. وفي الحقيقه انا ما كنتش حابب خالص ان انا اتكلم في الموضوع ده، موضوع مؤمن زكريا ما كناش حابين ان احنا نتكلم فيه خالص، يعني حتى حضراتكم تلاحظوا قناه الاهلي دايما قصه مؤمن يعني بتحاول ان هي ما تتكلمش فيها. ليه؟ لان الموضوع حساس شويه. الموضوع فيه جوانب انسانيه ما ينفعش ان احنا نستفيض في الحديث عنها. ما ينفعش ان احنا نتاجر بمرض لعيب بيمر بظروف صعبه، اصعب ظروف بيمر بيها مؤمن زكريا او بيمر بيها اي لاعب في الدنيا. ان انت بعد كل اللي حصل لك خلال الفتره اللي فاتت والاصابه ونوحة وكلام من ده، فبالتالي حاله نفسيه بتبقى صعبه. فالحديث عن الكلام ده بيبقى متاجره، انا بشوفه متاجره في الحقيقه يعني. عايز تعمل بلبله، عايز تظهر في الصوره بشكل او باخر، تفرقع موضوع كبير عشان الناس تتفرج او الناس تتكلم او تتناول حديثك عن هذا الموضوع. للاسف الشديد احد الاعلاميين الزملاء الاعزاء اللي احنا بنحترمهم اكيد بكل شكل وبكل تاكيد، اتكلم امبارح في موضوع مؤمن زكريا. الاهلي بعت لمؤمن فسخ تعاقد وكلام من ده. طيب المؤكد والقصه النهائيه في الموضوع ده، عشان ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني يا جماعه، واحنا بنقوله لكم اهو من خلال شاشه قناه الاهلي، موضوع مؤمن زكريا عباره عن ايه؟ عمر ما النادي الاهلي تخلى ولا هيتخلى عن مؤمن زكريا. مركز في كلامي؟ واخد بالك الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي في جوانب عديده ماشي فيها مع مؤمن، متكفل بكل مصاريف علاجه. ركز معايا برضه، متكفل بكل مصاريف علاجه. كل اللي حضراتكم سمعتوه امبارح ده غير حقيقي بالمره، غير حقيقي بالمره. ومنطقي بقى يا جماعه، مش معقول كل يوم الاهلي هيطلع يقول يا جماعه احنا النهارده دفعنا كذا 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 المؤمن. النهارده خبر جديد عن مؤمن زكريا، يا جماعه احنا ودينا مؤمن المكان الفلاني ودفعنا مبلغ كذا. هل ده اسلوب النادي الاهلي؟ هل دي هتبقى طريقه كويسه من الجانب الانساني؟ ينفع؟ فكر انت، ينفع؟ ما ينفعش. لكن المؤكد ايه؟ وما كناش برضو حابين نتكلم في الجانب ده خالص، كل شهر كل شهر بيبقى فيه مبلغ معين من النادي الاهلي المؤمن زكريا. احنا مضطرين نتكلم في الحاجات دي، وكل شيء بيحتاجه مؤمن زكريا في الجانب العلاجي الاهلي بيقوم بيه على اكمل وجه. دي برضو من ضمن الامور اللي الاهلي كان اكدها. وبالمناسبه يا جماعه، انتوا الواضح ان انتوا ناسيين ان في قرار مجلس اداره. قرار مجلس اداره يعني ايه؟ اللي هو لما مجلس اداره النادي الاهلي بيقرر شيء خلاص ما بيتراجعش فيه، خصوصا في المواقف اللي زي دي. ده موقف انساني بحت، ومؤمن مش محتاجين ان احنا نتكلم على قيمته الفنيه واخلاقه. لعيب باخلاق عاليه جدا وقيمه فنيه في الملعب جامده جدا، وليه تاريخ مع النادي الاهلي بقى له 4 سنين او اكتر بحاجه بسيطه، بيحقق القاب وبيساهم باهداف، ولعيب مؤثر في صفوف النادي الاهلي مع مختلف الاجهزه الفنيه. فعمر ما النادي الاهلي هيتخلى عن ابن من ابنائه. ده كلام مفروغ منه. اي حاجه بتسمعوها غير كده غير حقيقيه. نشرح الامور بشكل ابسط واوضح. اخر مباراه للنادي الاهلي في الموسم الماضي، الموسم اللي كان طويل قوي ده، كانت يوم كام؟
يوم 28/7 امام الزمالك. اللائحه بتاعه اتحاد الكره بتقول ايه؟ بتقول يا جماعه لازم تختارونا بان في لاعب، اللاعب اللي انتم مش هتأيدوه في قائمتكم لازم تقولوا لنا خلال 15 يوم هل اللاعب ده في القايمه ولا مش في القايمه. الاهلي يوم 9/8 كان بعت لاتحاد الكره ما يفيد بعدم قيد مش مؤمن زكريا بقى لوحده، لا، هشام محمد واحمد حمودي، ادي ثلاث لعيبه، مؤمن زكريا، هشام محمد، احمد حمودي. الاهلي اخطر اتحاد الكره ان دول مش هيكونوا مقيدين في قائمته للموسم الجديد، تمام؟ اذا ما فيش استغناء ولا في اي حاجه. وبالمناسبه هو ازاي الاهلي هيستغني عن مؤمن زكريا وهو ما فيش عقد اصلا؟ يعني هو دلوقتي ما فيش عقد، فازاي هتستغنى عن لاعب ما فيش عقد ما بينك وما بينه؟ لا، الاهلي بيفي بوعوده اللي بتبقى بالنسبه له اقوى من العقود. انت دلوقتي كلامك مع مؤمن من ساعه ما رجع السعوديه، من السعوديه لو فاكرين الفتره اللي راح فيها احد على ما اتذكر، وما الامر او الامور ما كملتش يعني مع الفريق السعودي ده، ورجع فكان في جلسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومؤمن هو وكيل اللاعب، وتم الحديث عن تفاصيل اللي هتحصل خلال الفتره المقبله، وتم ابلاغ مؤمن يا مؤمن انت مش هتبقى مقيد في القائمه لغايه ايه؟ لغايه لما تبقى سليم 100%، هنسيبك؟ لا، عمرنا ما هنسيبك، هنفضل معاك في ظهرك، طبعا هنفضل معاك في ظهرك، هنعالجك، هنتكفل بكل مصاريف العلاج مفروغ منها. دي كلمات كابتن سيد عبد الحفيظ، كلمات النادي الاهلي، كلمات الكابتن محمود الخطيب، مجلس اداره، قرار مجلس اداره. فبالتالي عمر ما النادي الاهلي تخلى ولن يتخلى عن مؤمن زكريا، عشان البعض اللي بيتكلم في هذه الجوانب وبيثير الفتنه بشكل او باخر. ارجوكم يا جماعه، ارجوكم تحروا الدقه، لازم، لان المواقف دي في الحقيقه يعني ممكن انتوا تتفهموا غلط، يعني انتوا نفسكم ممكن تتفهموا غلط. ايه لازمه ان انتوا دلوقتي جايين تتكلموا بعد ما فتره كبيره من موضوع مؤمن زكريا، جايين تتكلموا ان في مؤمن زكريا الاهلي ارسل له الاستغناء الخاص وكلام من ده. احنا وضحنا لحضراتكم الامور، هي دي ببساطه قصه مؤمن زكريا. تاني عشان اللي ممكن يكون لسه ما سمعش او لسه ما متابعنا دلوقتي، يا جماعه الاهلي لم ولن يتخلى عن لاعبه مؤمن زكريا، عن ابنه مؤمن زكريا، ودي سمه اساسيه من سمات النادي الاهلي. اي موقف بيمر بيه احد ابنائه بيفضل داعم ليه وبيفضل في ظهره. وتاني لوائح اتحاد الكوره بتوصي بان انت لازم تبلغ ولازم تقول ان اللعيب ده مش هيكون مقيد، فبالتالي بناء على كده النادي الاهلي ابلغ الاتحاد المصري لكره القدم ان مؤمن زكريا مش هيكون مقيد، هو واحمد حمودي وهشام محمد. ف يعني نتمنى الناس تتقل شويه في الاخبار اللي زي دي، هم كلهم زملاء واعزاء وناس محترمين جدا جدا، لكن في كل الاحوال ممكن هم يكونوا بيحاولوا يجتهدوا ويوصلوا معلومه، بس هي معلومه قديمه شويه جدا، مش شويه، لا الموضوع ما حصلش امبارح، الموضوع ما حصلش اول امبارح، ده الموضوع بقى له فتره. اللي هو ايه؟ اللي هو ابلاغ النادي الاهلي اتحاد الكره ان مؤمن مش مقيد، وقبل ما الاهلي يبلغ اتحاد الكره الاهلي مبلغ مؤمن قايل له يا مؤمن انت كده مش هتبقى معانا، ومؤمن متفاهم القصه قوي وطبيعي ومنطقي. انا دلوقتي لعيب مصاب هقعد فتره كبيره، وحصلت امثله كتيره، يعني مثلا محمد محمود السنه اللي فاتت لما جاله صليبي على ما اتذكر الاهلي كان رفع محمد محمود من القايمه يعني عشان يستفاد بمكانه، ده طبيعي، واحد مش هستفاد منه خلال الفتره اللي جايه فهيبقى موجود معاك ليه؟ فاهم؟ لغايه لما ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع هيبقى مقيد، هيبقى موجود. الاهلي منتظر عوده مؤمن زكريا؟ طبعا الاهلي منتظر عوده مؤمن زكريا، وهيحاول بكل قوه انه يساعد اللاعب ان هو يرجع احسن كمان من الاول. فدي جزئيات غايه في الاهميه في الحقيقه. لكن احنا بنلعب على مشاعر الولد شويه، لازم نتقي الله في الجزئيه دي شويه، لان الوضع صعب، بيمر بظرف صعب جدا مؤمن زكريا. الخلاصه زي ما احنا قلناها لحضراتكم في قصه موضوع مؤمن زكريا، يا ريت بقى، يا ريت نتمنى من الجميع ان ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني، لانه موضوع حساس. وعمر ما النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم كل يوم هيطلع يقول يا جماعه انا النهارده صرفت كذا المؤمن، او صرفت كذا في علاج مؤمن، او عملت كذا، مش ده اسلوب النادي الاهلي. الاهلي لما بيشتغل في صمت، ما بالك لما يكون حاله انسانيه زي دي. فالاهلي مش مطالب ان هو كل يوم يطلع يقول لحضرتك ان احنا عملنا كذا وكذا وكذا وكذا. الاهلي اعلن خلاص من فتره من خلال قرار مجلس اداره، مش معقول بقى كل يوم هيطلع ياكد. فاحنا بناكد اهو لحضراتكم، وباذن الله يعني باذن الله ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني، واحنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني،
ولما حد يتكلم في قصة مؤمن زكريا ابقوا هاتوا الحلقة دي أو هاتوا كلام المسؤولين في النادي الأهلي من أيام قرار مجلس الإدارة، وهتلاقوا هو الموقف ما اتغيرش، مفيش أي حاجة هتتغير، هيفضل النادي الأهلي مع مؤمن زكريا بس كده، مش هناخد وقت أكتر من كده في موضوع مؤمن زكريا. طيب النهاردة في الحقيقة عندنا أخبار كتيرة جدا بتتعلق بعدد من الجوانب سواء المحلية أو العالمية، بالتحديد كمان فيما يتعلق بالنادي الأهلي، وإحنا مقبلين على مباراة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية، مباراة النجم الساحلي. الأهلي بيستعد ليها بشكل قوي، الأهلي مركز جدا في المباراة دي، نسي خلاص مباراة الجونة، كسبنا 4 أداء مبهر والدنيا زي الفل وماشية كويس، لكن إن شاء الله التركيز هيكون أكبر من خلال مباراة النجم الساحلي، لأن أنت بتتكلم في بطولة تانية، بطولة منتظرة عند جمهور النادي الأهلي بشكل كبير قوي، فبالتالي التركيز كله هيبقى منصب على هذه البداية في دور المجموعات بالتحديد بالنسبة للنادي الأهلي. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل الأخبار المختلفة عن نادينا الحبيب وبتحديد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. استنونا. طيب اخبار الاهلي واستعدادات الفريق لمباراه النجم الساحلي باذن الله يوم الجمعه اللي جايه الساعه 9 مساء على ملعب رادس، الساعه 9 بتوقيت القاهره باذن الله. يعني المباراه طبعا غايه في الاهميه زي ما حضراتكم عارفين، لكن في بعض الاخبار اللي معانا، يعني مثلا السيد نبيل حبشي سفير مصر في تونس قال او كان ليه تصريحات النهارده، الاهلي نموذج مشرف واتوقع فوزه على النجم الساحلي. هو الراجل اتكلم يعني في حته ان دايما لعيبه النادي الاهلي في اي رحله لتونس او حاجه بنشوف فيهم الالتزام والانضباط بشكل كبير، والصوره المشرفه اللي دايما بيظهروا بيها بتبقى حاجه جيده للغايه. كمان هو توقع فوز النادي الاهلي على النجم الساحلي، يا رب باذن الله، باذن الله ان شاء الله يحصل، والفوز ده بيتوقعه من خلال تصريحاته وبناء على المستوى المميز اللي ظهر به النادي الاهلي على مدار الفترة اللي فاتت مع مستر ريني فايلر. كمان الدكتور مهند مجدي رئيس بعثة النادي الأهلي في تونس بيهدي درع الأهلي للسفير المصري في تونس، ونقل كمان تحيات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبالتالي طبعا رئيس البعثة وجه الشكر للسفير نبيل الحبشي اللي في الحقيقة عمل جهد كبير جدا هو طاقم السفاره المصريه في تونس، بخصوص طبعا استضافه بعثه النادي الاهلي وفيما يتعلق بمقر الاقامه وفيما يتعلق بعدد كبير جدا من الامور وملاعب التدريبات وكل هذه الامور اللي بتخص الفريق في رحلته لتونس. السفير المصري كمان بيرسل تحيه بدوره للكابتن محمود الخطيب، ويعني تبقى امور مميزه وعلاقات مميزه جدا في الحقيقه، والسفاره المصريه في اي مكان يعني في اي دوله الناس بتقوم بواجبها على اكمل وجه. الاهلي كمان بيخوض النهارده مرانه الثاني، احنا عارفين بعد ما الفريق وصل امبارح كان عنده مران في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وكان المران الأول كان في بعض الجوانب الاستشفائية وبعض التدريبات البسيطة بالنسبة للفريق. النهاردة مران مهم جدا ويعتبر هو ده المران الرئيسي بالنسبة للنادي الأهلي اللي هيركز عليه أو يركز فيه مستر فايلر في بعض الجوانب الهامة جدا، والمران هيكون أيضا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. بالمناسبة المران ده هيحضره السفير المصري في تونس بعد ما الظروف ما سمحتلوش انه يحضر مران الامس، لكن هو مصر ان هو يكون متواجد النهارده عشان يؤازر الفريق معنويا. بكره طبعا المران الرئيسي هيكون في استاد رادس اللي هيستضيف المباراة، وهيكون في نفس موعد المباراة، يعني التمرين هيبقى الساعة 8 بتوقيت تونس 9 بتوقيت مصر، هو نفس ميعاد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في ملعب رادس بإذن الله يوم الخميس أو عفوا يوم الجمعة المقبل. 500 مشجع هيأزروا النادي الأهلي، 500 مشجع أهلاوية هيأزروا النادي الأهلي في مباراة النجم في ملعب رادس، وهيكون الدخول بخلال أو من خلال جواز السفر، وده شيء مهم جدا، ودايما العلاقات ما بين مصر وتونس وما بين الشعب المصري والشعب التونسي اكثر من رائعه، ودايما بيتم ازاله كل العقبات اللي ممكن تواجه اي فرد هناك من المصريين في الحقيقه، وده المجهود ايضا اللي ينسب لسفاره مصر في تونس.
طيب دي كلها اخبار وامور مهمه جدا بالنادي الاهلي او بالفريق الاول لكره القدم بالنادي بالتحديد. عايز اقرب من الصوره بشكل اوضح، اروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق في تونس عشان يقول لنا كل الجديد اللي بيخص الفريق. يا كريم اهلا بيك، الجديد بالنسبه لك ايه؟ طمنا، اتفضل. مساء الخير عليك زميلي امير هشام، مساء الخير على كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اكيد من خلالك زي ما انتم متعودين وزي ما كل جمهور النادي الاهلي متعود، بنحاول ان احنا نحط جمهور النادي الاهلي في الاجواء، التدريبات، فندق الاقامه، لكل الاخبار طبعا الخاصه بفريق النادي الاهلي، واهميه طبعا كبيره جدا لمباراه النجم الساحلي والنادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه، لها تحضيرات فنيه سواء لنادي النجم او للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي استعد بشكل جيد جدا، ومباراه الجونه كان ليها تاثير كبير، النتيجه والاداء معنويا رفعت كبير كتير جدا من معنويات النادي الاهلي، والخلاص يعني زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ من خلال لقائي معاه قال انا بحيي اللاعبين على الفصل، لان كانت نقطه مهمه جدا ان انت تفصل بين مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي. الحقيقه طبعا كان مجهود كبير بذل من الجهاز الفني لفصل المباراتين لتكون اولويه لمباراه الجونه ومنها مباشره الى مباراه النجم الساحلي. ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في اللاعبين من خلال رؤيتنا لحديث اللاعبين الثنائيه، من خلال التدريبات، من خلال التركيز الكبير جدا اللي احنا لامسينه مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. إن شاء الله بإذن الله تكون هذه المباراة في كل الظروف تكون مهيئة للنادي الأهلي، ظروف المناخ، ظروف الجمهور، كل الأمور إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي. نقطة كمان يا أمير، وأنت عارف كنت متواجد كمان في تونس، إحنا في رادس والملعب طبعا بتاع النجم الساحلي في سوسة طبعا، فالأمر ده يمكن نقطة إيجابية لفريق النادي الأهلي مش هنقدر إن إحنا نبني عليها بشكل كبير، لكن يعني على المعلومات وعلى الأمر الواقع اللي إحنا متواجدين فيه إن اللي جاي طبعا على رادس، يعني الناس بتقول لنا أنت كده دلوقتي تعتبر غريب، يعني النجم جاي غريب على نادي رادس بلغة الكرة طبعا، لكن الشعب التونسي كالعادة طبعا كله بيتمنى للنادي الأهلي التوفيق، وتحديدا كمان جمهور نادي الترجي من خلال يعني مقابلاتنا معاه الكل بيتمنى للنادي الاهلي للتوفيق نظرا للحساسيه الكبيره جدا طبعا هنا في تونس بين النجم الساحلي والترجي التونسي. ارجع معاك يا امير للتدريب للنادي الاهلي النهارده، طبعا هيكون التدريب الثاني زي ما انت عارف، التدريب الاول كان على الجامعه الرياضيه التونسيه، اكدنا على الملعب، الملعب مش جيد يعني نجلته مش جيده لكن ما فيهوش مدرجات وبعيد شويه، يقدر مستر فايلر ان هو يفرض سريه تامه على التدريبات، الراجل بيحاول ان هو يطبق تكتيك، كان في قراءات كثيره جدا في مصر لبعض الفيديوهات المباريات الاخيره لنادي النجم الساحلي، في امور كثيره جدا اكيد تم الوقوف عليها فنيا وتكتيك داخل الملعب، لكن اكيد مع وجودنا في تونس ومع استمرار التدريبات النقاط الاخيره شغال عليها بشكل كبير جدا مستر ريني فايلر، وان شاء الله كمان النهارده باذن الله يكون الجزء اكبر. امبارح كان التدريب 45 دقيقه او 50 دقيقه، النهارده اكيد التدريب ممكن يبقى يفضل ساعه او ساعه و10، لان اكيد النهارده هتكون الجرعه التدريبيه كبيره لفريق النادي الاهلي. نقطه كمان مهمه جدا وهو غدا ان شاء الله هيكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على استاد رادس اللي هيستقبل المباراه يوم الجمعه، يسبق التدريب مؤتمر صحفي للنادي الاهلي في تمام الساعه 7:30 مباشره الساعه 8 يكون تدريب فريق النادي الاهلي، كل التوقيتات طبعا بتوقيت تونس. قبل المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي يكون طبعا مؤتمر النجم الساحلي. الامور كلها امير الحمد لله حتى هذه اللحظه تنسيقيه مع الدكتور مهند مجدي رئيس البعثه، السفير طبعا نبيل الحبشي اللي بيقوم بدور كبير جدا، كابتن سعد عبد الحفيظ، كل الامور دي الحمد لله مصبه في مصلحتنا بشكل كبير جدا، وباذن الله ان شاء الله نتمنى كل التوفيق، وال 500 اللي هيكونوا متواجدين طبعا على حسب تصريحات معالي السفير نبيل الحبشي 500 من الجاليه المصريه يخشوا بالباسبورات ان شاء الله باذن الله يكون ليهم دفعه كبيره يشجعوا الفريق رغم قله العدد، لكن اي واحد او اي 2 3 10 من جمهور النادي الاهلي بيكون لهم مفعول السحر ان شاء الله، كل الامور تكون في مصلحتنا وباذن الله نعود من تونس بنقاط هذه المباراه. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا المميز والمتألق كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق، ونتمنى يا رب باذن الله يرجعوا لنا بالف سلامه. معاهم ثلاث نقط في بدايه المشوار في دور المجموعات بالتحديد، لان بطوله طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله يكونوا موفقين وباذن الله تبقى النتيجه ايجابيه. عايز اتكلم شويه عن بعض المباريات سواء النهارده او امبارح. النهارده مثلا في الدوري المصري طنطا وسموحه مباراه لعبت بدري شويه خلصت 2-2، بيراميدز واسوان في الدقيقه 67 في هذه اللحظات 2-1 لبيراميدز، مباراه واضح ان هي مثيره. بالنسبه لدوري ابطال اوروبا امبارح كان في بعض المباريات، لوكوموتيف موسكو خسر 2-0 من باير ليفركوزن، جلاتا سراي تعادل مع كلوب بروج 1-1، ريال مدريد اتعادل في مباراة مثيرة جدا مع باريس سان جيرمان 2-2 بعد ما كان متقدم 2-0، اتعادل في دقيقتين بس باريس سان جيرمان جابت التعادل من خلال هدفين. النجم الأحمر خسر من بايرن ميونخ 6-0 وسوبر هاتريك ليفاندوسكي. كمان يوفنتوس الإيطالي فاز على أتلتيكو مدريد 1-0 بهدف ديبالا. أتلانتا الإيطالي فاز على دينامو زغرب 2-0.
مانشستر سيتي تعادل 1-1 مع شختر دونيتسك، توتنهام هوتسبور فاز على اولمبياكوس 4-2 بعد ما كان متاخر على ملعبه 2-0. النهارده في مباراه ايضا مهمه، فالنسيا هيلعب تشيلسي، وزينت سان بيترسبرغ من لاعب ليون الفرنسي، برشلونه من اسبانيا هيلعب بورسيا دورتموند، مباراه مثيره ومهمه، سلافيا براغا من التشيك هيلعب انتر ميلان الايطالي، لايبزيج الالماني هيقابل بنفيكا، جينك البلجيكي هيقابل ريد بول سالزبورغ النمساوي، وليل الفرنسي هيقابل اياكس امستردام، واهم مباراه بالنسبه لنا اكيد مباراه ليفربول ونابولي، مباراه مهمه جدا، وبنسبه كبيره نجمنا المصري محمد صلاح هيشارك في هذه المباراه، ونتمنى له كل التوفيق. اخبار الاهلي في الصحف ايه؟ نشوفها. مجلة الأهلي، الأهلي والنجم لقاء مهم جدا، الفارس الأحمر يسعى لمواصلة الانتصارات في افتتاح دوري المجموعات. الأهرام، فايلر يفاضل بين ديانج وفتحي والسولية، الأهلي يتدرب اليوم استعدادا لمواجهة النجم في دوري الأبطال. الأهرام المسائي، الأهلي مفيش هزار، فايلر ينهي أفراح الدوري ويفرض السرية في تونس. الجمهورية، البعثة وصلت تونس بعد رباعية الجونة، طوارئ في الأهلي لموقعة النجم الساحلي. المساء، الأهلي يمنع جواسيس النجم من حضور التدريب، محاضرات مكثفة من فايلر للاعبين عن أسرار الفريق التونسي. الشروق، صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي في يناير. الشروق، مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الجونة، فايلر يشكر اللاعبين، إشادة خاصة بهاتريك سليمان، وعبد الحفيظ كان بالإمكان زيادة حصيلة الأهداف. الوطن، الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم، والخطيب يضع خطة بيع أزار. طيب نبتدي بمجلة الأهلي، واللي قالت النهاردة قالت إن الأهلي والنجم لقاء مهم جدا، طبعا لقاء غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي، وإن شاء الله نكون موفقين فيه بإذن الله. الفارس الأحمر يسعى لمواصلة انتصارات في افتتاح دوري المجموعات، مواصلة انتصارات بعد فترة كان فيها انتصارات مختلفة في بطولات مختلفة مستر فايلر، فدي تعتبر اهم مباراه في الفتره اللي فاتت كلها، يعني لو انت جمعت السبع ماتشات كده اعتقد المباراه رقم 8 دي منذ تولي مستر فايلر هي اهم مباراه واصعب اختبار بالنسبه للفريق، خصوصا ان انت هتلعب بره ارضك في بطوله مهمه جدا مع فريق كبير قوي. مش عايزين نقلل خالص يا جماعه من فريق النجم الساحلي، البعض يقول لك اصل في ظروف الفريق بيمر بيها سواء اداريه او فنيه ومدير فني جديد وكلام من ده، بالعكس تواجد مدير فني جديد ده ممكن يدي دافع كبير قوي للاعبين، كل لعيب بيبقى عايز يثبت وجوده وعايز يحاول ان هو يلفت نظر المدير الفني، فهيبقى في دفع قوي، في حماس كبير عند فريق النجم الساحلي اللي عنده كمان جمهور عظيم جدا، جمهور كبير قوي، جمهور النجم الساحلي اللي اكيد هيكون متواجد في رادس، فالمباراه صعبه في كل الاحوال، حتى لو فريق من الفرقتين بالمناسبه مش فريق واحد بس بيمر بظروف صعبه، مش عايزين نتهاون خالص لان برده في ايا كان في كل الاحوال فريق النجم الساحلي اسم كبير جدا. طيب نروح للاهرام، وفايلر يفاضل بين ديانج وفتحي والسولية، اكيد انت عندك في نص الملعب انت مش ضامن خلاص بقى فكر مستر فايلر، يعني الماتش اللي فات قلنا مين اللي هيلعب جنب عمرو السولية، لقينا ولا واحد لعب جنب عمرو السولية، لقينا ان الراجل ابتدى بالسولية وقدامه اثنين ليهم واجبات طبعا مختلفه، يعني سواء قفش او وليد سليمان كل واحد ليه واجباته حسب المدير الفني قالها له، لكن انت ممكن في مباراه زي دي والله اعلم برده مش ضامنين مستر فايلر في المفاجات بتاعته، ومفاجات الحمد لله كلها ناجحه في الحقيقه، ممكن يا اما السولية هيبتدي ويبقى جنبه فتحي او ديانج او عاشور، تمام، يا اما السولية هيبتدي بنفس ويبقى اللي قدامه نفس التشكيل بتاع مباراه الجونه، مش عارفين لسه، هنشوف الامور تبقى ازاي او هتستقر على ايه في النهايه من خلال المدير الفني. الاهلي يتدرب اليوم استعدادا لمواجهه النجم في دوري الابطال، وده امر اتكلمنا فيه. الاهرام المسائي، بتقول الاهلي مفيش هزار، فايلر ينهي افراح الدوري ويفرض السريه في تونس، يعني هو دايما طول عمر الاهلي ما بيهزرش في اي مواجهه، ما بالك لما تبقى مواجهه بهذا الحجم يعني وهذه الجماهيريه الكبيره وهذه الاهميه كمان. موضوع افراح الدوري، الاهلي ما عملش حاجه في الدوري، هو الاهلي كسب ماتشات بس، لكن الاهلي ما حققش بطوله يعني،
فمفيش افراح ولا حاجه، حتى الثقافه دي موجوده عند جمهور النادي الاهلي. الافراح زي ما اتكلمنا امبارح كانت بسبب الاداء الجيد جدا اللي بيوصله الجهاز الفني واللاعبين من خلال مباراه الجونه، من خلال 6 مباريات كلها او 7 مباريات سابقه يعني. الفرحه في الجزئيه دي، في الشغل اللي الناس بتشوفه، الناس حاساه في الملعب بالنسبه للاعبين. لكن فرحه دوري، لا مفيش فرحه دوري ولا حاجه، الناس مركزه خلاص، ماتش الجونه خلصت، خلص، هتركز في اللي جاي، اللي جاي مباراه النجم الساحلي تخلصها باذن الله تخش في اللي بعديها يعني. فدي سمه اساسيه من سمات النادي الاهلي. نروح للشروق. مش عارف الشروق مصممين ان صالح جمعه هيمشي، هنشوف يعني، ممكن حسب معلوماتهم هم وليهم كل الاحترام والتقدير. بالمناسبه يا جماعه، ان في صحفيين بيزعلوا مننا ان احنا بننفي الاخبار، مش عارف ليه، انا مش عارف ليه الناس بتزعل ان احنا بننفي الاخبار يعني. هو انا لازم او احنا لازم كبرنامج ان احنا لما يبقى في خبر عن النادي الاهلي نقرا الخبر وخلاص ونقول لحضرتك زي الفل خبرك صح حتى لو خبر غلط؟ لا طبعا، احنا دورنا ان احنا نوضح. البعض يقول لك انتوا دايما بتنفوا، لان معظم الاخبار احنا مش دايما بننفي ولا حاجه، في بعض الاحوال وحضراتكم اكيد متابعينا وبتشوفوا، لما بنلاقي خبر غلط بنقول ده غلط، لما يبقى في خبر صح بنقول على فكره الخبر ده صح، منطقي شويه. في اخبار تبقى غير منطقيه لازم نقول يا جماعه الخبر ده غير منطقي. هل احنا كده مش بنحترم زمايلنا الصحفيين وكده؟ بالعكس، دول فوق دماغنا، بنحبهم بنحترمهم كلهم صحابنا، البعض القليل منهم بس هو اللي بيزعل وبيعلق على الحاجات دي، مش عارف ليه. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال احنا دورنا هنقوم بيه. صالح جمعه اقترب من رحيل عن النادي الاهلي في يناير، هنعيد ونزيد، مفيش اي اتجاه حتى الان برحيل صالح جمعه. خبر استنتاجي، ده خبر استنتاجي. ليه صلاح جمعه بره القايمه؟ كل ما صلاح جمعه يبقى بره قايمه اي مباراه هتلاقي الخبر ده، سواء بقى في الشروق او في غير الشروق. انتوا اكيد متابعين، انا مش بجيب حاجه من عندي، ده فعلا بيحصل في الشروق او غير الشروق. بتلاقي ايه؟ لو صلاح جمعه بالذات مش موجود في القايمه يقول لك خلاص صلاح جمعه ماشي فتره الانتقالات اللي جايه. بقى لنا كام فتره انتقالات بنتكلم في موضوع ان صلاح جمعه ماشي ما بيمشيش. طلع اعاره مره من المرات، لكن كل فتره انتقالات بيحصل الكلام ده، وما الراجل موجود في الاهلي. معطيات بتبقى باينه منطقيا، منطقي الخبر شويه طبقا للمعطيات، ممكن يكون منطقي، عشان برضه ابقى صريح مع حضرتك، ممكن يبقى منطقي من وجهه نظر الصحفي اللي كاتب الخبر ده، مفيش مشكله. لكن هل في اتجاه رسمي، في قرار رسمي برحيل صالح جمعه؟ لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم مفيش اي قرار بخصوص صالح جمعه، سواء بالاستمرار او بالرحيل. صالح مقيد افريقيا ومحليا، وحط خط تحت افريقيا، دي مهمه جدا. الاهلي عنده مكانين، هنعيد تاني، الاهلي عنده مكانين هيضيفهم، هيحط فيهم 2 لعيبه ويشيل 2 لعيبه. الاولويه هتكون لمين؟ انه يكمل؟ والله اعلم، احنا بنقول برضو من المعطيات يعني. هتكون للمقيد افريقيا، لان انت مش عارف الظروف ايه، الاصابات وكلام من ده، وانت عندك بطوله طويله ومهمه، بطوله دوري ابطال افريقيا. بس هي دي جزئيه بالنسبه لصالح جمعه. لما يبقى في قرار رسمي النادي الاهلي هيعلن بشكل رسمي من خلال منبر من احدى المنابر الخاصه به، سواء الموقع الرسمي للنادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، كلها امور اكيد معروفه بالنسبه لحضراتكم يعني. طيب، بنحترم كل الاجتهادات لكل الصحفيين بالمناسبه. الشروق لسه مع الشروق، ماشي. مكافاه او مكافاه اجاده للاعبي الاهلي بعد رباعيه الجونه، خبر حلو، ده خبر حقيقي. تمام؟ ده خبر ايه؟ حقيقي اهو. في لائحه بتطبق في النادي الاهلي. اللائحه دي بتقول ايه؟ بتقول لما الاهلي يكسب، مش عايز اقول صيغه معينه، لان انا الصيغه دي اكيد هم ادرى بيها الناس كانت سيارة حفيظ والناس المسؤولين يعني عن الجوانب دي. لكن في مكافئات اجاده بالنسبه للاعبين لما الاهلي يكسب، ولو الجهاز الفني حسوا ان في اجاده بالنسبه للاعبين ممكن يتصرف ليهم مكافاه. حاجات بتخص الجانب الاداري في النادي الاهلي، المسؤولين عن الجهاز الفني من الجانب الاداري، وبتخص اللاعبين لما اللاعب بيلعب او الفريق بشكل كامل بيظهر بشكل مميز، اكيد بيبقى فيه مكافئات يعني، طبقا للائحه، كله طبقا للائحه، وكل حاجه متنظمه في النادي الاهلي. فايلر بيشكر اللاعبين طبعا، مجهود كبير عملوه، اشاده خاصه بهاتريك وليد سليمان، كان نجم من نجوم المباراه طبعا بالهاتريك اللي جابه، وبخلاف الهاتريك هو عمل مباراه كويسه. وكابتن سعد حفيظ كان بالامكان زياده حصيله الاهداف، الاهلي فعلا ضيع فرص كتير واكيد هيبقى فيه علاج للقصه دي. لكن في كل الاحوال مهم قوي ان انت بتكسب باداء جيد، بتكسب بنتيجه كبيره 4-0، دي نتيجه كبيره مش صغيره طبعا، تلعب في ملعب الجونه، ملعب صعب جدا، فريق عنده قدرات قويه، فاكيد انت عملت مباراه جيده حتى لو ضيعت اهداف، ان شاء الله تقدر تتعامل مع هذه الجزئيه بشكل افضل. تمام، دي كانت اخبار الاهلي في الصحف. في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها. يلا الفجر الرياضي، عاجل كواليس اقتراب بغداد بنجاح من الاهلي بمباركه سعوديه.
اليوم السابع الأهلي يجري بيكام للتوقيع على بند أولوية الشراء. موقع الكابتن: الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة مؤمن زكريا. موقع بطولات: النجم الساحلي يفقد مدافعه الأساسي أمام الأهلي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. طيب فجر الرياضي نتكلم في الخبر ده. عاجل كواليس اقتراب وداد بنجاح من الأهلي بمباركة سعودية. أنا ما عنديش تعليق عن الخبر ده بصراحة، لأن مفيش أي اتجاه رسمي للنادي الأهلي حصل لحد دلوقتي، ما فيش أي حاجة رسمية بخصوص بغداد. لكن لو هنتكلم عن تمني، لو هنتكلم عن تمني يعني، فأكيد كل جمهور النادي الأهلي بيتمنى بغداد بنجاح. لعيب كبير جدا، مهاجم قوي جدا جدا جدا، أقعد أقول جدا بقى للصبح براحتك، هيفيد الأهلي بكل الصور الممكنة. مش عارفين لحد دلوقتي، احنا يا جماعه ملتزمين بالجانب الرسمي اللي بيطلع من النادي الاهلي، لغايه دلوقتي احنا مش عارفين هل في تحرك رسمي، ركز على كلمه رسمي، في تحرك رسمي من النادي الاهلي ولا لا. اللي هنعرفه ان رسميا ما فيش اي تحرك، غير كده احنا مش مختصين بيه، غير كده يعني احنا ما نقدرش نتكلم فيه او ما نقدرش نعلن عنه، ما نقدرش نقوله يعني. لكن هو اكيد هيبقى لعيب اضافه لو جه طبعا، يعني ما فيهاش نقاش يعني، يا ريت يجي. نروح لليوم السابع. الأهلي يغري بيكام للتوقيع على بند أولوية الشراء. طيب أحمد رمضان بيكام لعيب عمل بطولة حلوة قوي، وهو كان في صفقة محمد محمود لما جه النادي الأهلي. ففي بعض البنود اللي في التعاقد يعني الناس اللي اتكلمت فيها خلال الفترة اللي فاتت، إن الأهلي حقله إن هو يشتري اللاعب ب 15 مليون جنيه. مش عايز أتكلم في فلوس يعني، لأن دي برضو تعاقدات بتبقى موجودة ما بين الأندية، هم الأدرى بالبنود بتاعة التعاقدات دي. بس بيقول لك إن الأهلي بيغري بيكام للتوقيع على بند أولوية الشراء. هو اسم النادي الأهلي لوحده مغري إن أنت توافق على أي بند يعني. لو اللعيب مش عايز كده عمر ما الأهلي هيحاول يغريه أو حاول يقنعه. وبالمناسبة أنا هستعيد كلمات عدد من مسؤولي النادي الأهلي، سواء المهندس عادل القيعي قبل كده أو كابتن سيد عبد الحفيظ برضو في بعض التصريحات. قال لك إيه؟ قال لك إحنا أول حاجة بنعملها لما نيجي نبقى عايزين نتعاقد مع اي لعيب او حاجه، انت رغبتك ايه يا حبيبي؟ عايز تيجي الاهلي؟ خلاص احنا هنشتغل. مش عايز تيجي الاهلي؟ خلاص احنا قفلنا الموضوع. بدليل الاهلي في ناس كتير جدا وقعت عقود معاه، ابرزهم وائل الاباني لو تفتكروا، ورجع العقد الاهلي. شيكابالا وقع للنادي الاهلي وتصور جوه النادي واتكلم وتصريحات وقال كان نفسي العب في الاهلي وكلام كتير جدا، اكيد برضه حضراتكم عشتوه يعني. والاهلي لما اللاعب راح الزمالك اداله عقد. فمش مفيش محاولات لاغراء لعيب ولا حاجه خالص. سياسه النادي الاهلي كده من خلال تصريحات احنا سمعناها كتير من خلال مسؤولين كبار، وطبعا من خلال مدير تعاقدات تاريخي للنادي الاهلي قبل كده المهندس عادل القيعي يعني. فده بيبقى اسلوب الاهلي دايما. لكن هنشوف موضوع بيكام، مش ما اعتقدش انه في يناير. موقع الكابتن: طيب موقع الكابتن بيقول كلام مهم جدا على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ. تمام، الاهلي يكشف الحقيقه الكامله في ازمه مؤمن زكريا. كابتن سيد حفيظ من خلال موجود في موقع الكابتن. تمام، واكيد الناس يعني وصلوا الكابتن سيد وخدوا منه تصريحاته. الموقع ده بالمناسبه موقع جيد، والتصريحات كلها كانت في نفس الاتجاه اللي احنا اتكلمنا فيه في بدايه الحلقه، ان الاهلي لم ولن يتخلى عن مؤمن زكريا. دي الخلاصه، مؤمن زكريا موجود، الاهلي بيقوم بكل الواجبات المطلوبه منه واللي مش مطلوبه منه بيعملها مع مؤمن زكريا. دي خلاصة الكلام يعني، ودي تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، واللي قال كمان ان بيبقى في اغراض اخرى من خروج مثل هذه الاخبار بشانها بتحاول تشتت من ذهن المسؤولين في النادي الاهلي، بتعمل ازمات مثلا. لكن الناس في النادي مركزه في كل الاحوال يعني، الاخبار اللي زي دي ما بتعملهاش مشكله يعني. اتكلمنا في موضوع مؤمن خلاص. موقع بطولات: النجم الساحلي، ايوه عايزين نتكلم في ماتش النجم الساحلي. يفقد مدافعه امام الاهلي في افتتاح دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. مين المدافع الاساسي؟ اللي هو صدام بن عزيزه. جريده الصباح التونسيه النهارده قالت ايه؟ قالت ان اللاعب موقوف، عنده بطاقه حمراء امام اشانتي كوتوكو في دور ال 32، فبالتالي هو موقوف عن مباراه الاهلي والنجم الساحلي ومش هيكون موجود، وهو احد العناصر البارزه والمهمه جدا في خط دفاع النجم الساحلي. مباراه في كل الاحوال صعبه ومهمه، وان شاء الله نكون موفقين فيها باذن الله تعالى. اخبار محليه وعالميه نشوفها.
ضغط الاهرام، ثنائي المنتخب الاولمبي في معسكر الفراعنه المقبل. بوابه اخبار اليوم، محسن صالح يوجه رساله قويه للاعبي منتخب مصر الاولمبي. اليوم السابع، عمرو الجنايني يتولى ملف تجديد عقد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي. بوابة سبورت، شوقي غريب يسافر الى انجلترا لاقناع محمد صلاح بالمشاركه في اولمبياد طوكيو. الجمهورية أونلاين، منتخب الشباب يتعادل مع بوركينا فاسو سلبيا. سوبر كورة، إعداد مقترحات جديدة لتعديل لائحة النظام الأساسي الخاص بالجلالية. موقع كورة، رئيس دجلة، ثقتنا لم تهتز في تعكيس رغم تواضع النتائج. موقع الكابتن لكيب، كاف يتجه لتعديل موعد كأس الأمم الأفريقية 2021. بوابة الشروق، الليلة، ليفربول يواجه نابولي وبرشلونة يستضيف دورتموند في دوري أبطال أوروبا. يلا كورة، تقارير، بشكتش يريد تمديد استعارته لمحمد النين. موقع بطولات، رسميا جواو فيليكس يتوج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2019. كأس عربي، الكشف عن إصابة إيدن هازارد ومدة غيابه وموقفه من الكلاسيكو. نبتدي ببوابة الأهرام واللي بتتكلم عن المنتخب الأولمبي، واحنا في الحقيقه لسه عايشين نشوه الفرحه بالمنتخب ده في الحقيقه، لكن في كل الاحوال هم بيتطرقوا لقائمه الفراعنه بالتحديد المنتخب الاول كمان بخصوص اللي هيتم الاستدعاء ليهم خلال الفتره الجايه. انا شايف ان الكلام سابق لاوانه قوي، يعني بيقولوا عبد الرحمن مجدي واحمد فتوح هينضموا للمنتخب الاول، وان خلاص الجهاز الفني المنتخب استقر بقياده طبعا كابتن حسام بدري، استقر على الاثنين دول، الاسمين دول يكونوا موجودين. لكن احنا لسه بدري على اول تجمع للمنتخب، يعني على حد اللي احنا عارفينه في شهر مارس، انت مش ضامن مستويات اللعيبه دي هتبقى ايه ساعتها. وهي رساله في الحقيقه لكل اللاعبين في منتخب مصر الاولمبي، ركز مع نفسك، ركز ازاي تحافظ على مستواك وعلى المظهر اللي انت ظهرت بيه في البطوله الافريقيه في مصر، علشان تحجز مكان او تبقى ضامن ان انت متواجد على الاقل في القائمه سواء المنتخب الاولمبي، ركز معايا، في المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول. لان برضه حسينا شويه من تصريحات لاعبي المنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي فاتت، تصريحات كانت كتيره قوي للاسف، حسينا ان هم خلاص ضامنين ان هم موجودين، ان ده حق مشروع وشرعي ليهم في منتخب مصر الاولمبي في الاولمبياد. لا، ادائك هو اللي هيجبر الجهاز الفني، القرار في الاخر بيبقى المدير الفني ايا كان مين هو، فحافظ على ادائك. البعض بيستبق الاحداث شويه بالنسبه لمعسكر الفراعنه او الناس اللي هيتم انضمامها من العناصر المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، طبيعي لان المنتخب الاول الفتره اللي فاتت كانت الدنيا صعبه معانا شويه، يعني كنا بنتعادل مع منتخبات ضعيفه وبنكسب منتخبات اضعف 1-0 بالعافيه، فطبيعي يعني. لكن لسه بدري. نروح لبوابه اخبار اليوم. بوابه اخبار اليوم بتقول ايه؟ محسن صالح يوجه رساله قويه للاعبي منتخب مصر الاولمبي. اعتقد من خلال تويتر الكابتن محسن صالح مدرب منتخب مصر الاسبق ورئيس لجنه تخطيط للكره بالنادي الاهلي حاليا، معنى كلامه كله اللي هو افرض نفسك بدل ما انت بتتكلم عن تواجدك، مين يبقى متواجد من اللعيبه الكبار او الصغيرين وكلام من ده في الاولمبياد. يعني برضو دي نتائج التصريحات الكتيره لعناصر المنتخب. طبعا كان لازم نفرح بيهم وكان لازم يكونوا موجودين في القنوات ولازم يتكلموا طبعا عن انجازهم وانجازنا كلنا، ان ده انجاز كل المصريين، الناس كلها بتفرح بيهم يعني في الحقيقه. لكن الخبره القليله زي ما قلنا امبارح يعني وقعوا في بعض الغلطات في تصريحاتهم، لكن ما فيش مشكله. نروح لليوم السابع، عمرو الجنايني يتولى ملف تجديد عقد الجهاز الفني منتخب الاولمبي. بذمتكم احنا بقالنا كام يوم بنقرا الخبر ده؟ بقالنا كذا يوم بنقرا موضوع ان عمرو الجنايني او اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه هتجتمع عشان يجددوا عقد منتخب جهاز المنتخب الاولمبي بعد ان عقدهم خلاص خلص بنهايه البطوله وكلام. طب يا جماعه انتم مستنيين ايه؟ ما تجددوا. يعني ايه دلوقتي العائق؟ يعني الناس نجحوا والناس عملوا كل حاجه في الكوره في البطوله، يعني العقد خلص جدد بقى، يعني ليه بنضيع وقت؟
ما هم مكملين، ما فيهاش نقاش. الجهاز الفني هو هو، كابتن شوقي غريب ومساعديه هم مكملين. فنقفل الملف ده، ملفه ونخلص منه، جددوا عقودهم ويلا نخلص يعني الموضوع ده. ماشي، نروح لبوابه سبورت، والخبر ده يعني انا يعني اشك في ان ده ممكن يحصل. شوقي غريب يسافر الى انجلترا لاقناع محمد صلاح بالمشاركه في اولمبياد طوكيو. سواء محمد صلاح او غير محمد صلاح، يعني اي لعيب في الدنيا يحلم ان هو يشارك في الاولمبياد. الاولمبياد بالمناسبه يعني حدث ما يقلش عن كاس العالم خالص. يعني كل اللعيبه في مصر دلوقتي محترفين مش محترفين بيتمنوا يعني يحلموا كده ان الكابتن شوقي غريب ياخدهم من الثلاثه اللي ممكن ياخدهم معاه يعني في البطوله، بما فيهم محمد صلاح. اكيد يتمنى، اكيد يتمنى. حته ان انت هتسافر لاقناع محمد صلاح، وهما كاتبين كمان في الخبر ان هو اقناع لمحمد صلاح ويورجن كلوب، هما في نقطه بيغفلوها في الحقيقه او مش واخدين بالهم منها يعني. عادي بتحصل يعني. اللي هو مثلا قايلين في الخبر ان محمد صلاح ويورجن كلوب بالتحديد بيعتمد عليه في كل مباريات، وهما بينافسوا على الدوري بكل قوه السنه دي. هو المفروض ان الاولمبياد هتكون في شهر 7 يا جماعه، صح؟ لو معلومتي غلط قولوها لي في الاعداد يعني، قولوا لي. الاولمبياد في شهر 7، الدوري الانجليزي بيخلص امتى؟ بيخلص في 5 او اول 6 مثلا. فمش هيبقى في اي ارتباطات، هيبقى في فتره اعداد، فتره اعداد لليفربول للموسم الجديد. فبالتالي القرار بيبقى عادي، ما فيهوش اي مشكله، ما مش محتاجه اي تنسيق يعني. اللاعب لو موافق خلاص، وهو اكيد موافق محمد صلاح لو كابتن شوقي غريب عايزه يعني، ما فيهاش اي نقاش يعني. فما اعتقدش يعني، الله اعلم، بس ما اعتقدش ان هيكون في اولمبياد 21/6 كمان يعني. طبعا هيكون الدوري الانجليزي خلص، هيكون الدوري الانجليزي خلص. فما اعتقدش كابتن شوقي غريب هيسافر انجلترا عشان يقنع محمد صلاح اللي نفسه اكيد يكون متواجد في الاولمبياد يعني. مش عارف. ماشي، نروح للجمهوريه اونلاين. منتخب الشباب يتعادل مع بوركينا سلبيا. احنا عارفين منتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين موجود في تونس، بيشارك في دوره شمال افريقيا في تونس، دوره وديه، ولعب اول مباراه امبارح، اتعادلوا 0-0 وضيعنا ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره من خلال ابراهيم عادل، لكن اداء المنتخب كان جيد الى حد ما. في مباراه اخرى يوم الجمعه مع الجزائر، واخر مباراه هتكون مع تونس يوم الاحد ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق يعني. طيب نروح لموقع كوره، وماجد سامي رئيس نادي وادي دجله بيقول ان احنا سقطنا لم تهتز في تكيس رغم تواضع النتائج. هو الراجل قال ان احنا في ظهر تكيس دونياس المدير الفني اليوناني لنادي وادي دجله، وحتى لو النتائج سيئه في البدايه، وطبعا احنا عارفين وادي دجله 3 نقط من 6 ماتشات، هم المركز الاخير في الدوري حتى الان، لكن في كل الاحوال هم اكيد هيحاولوا يعدلوا الاوضاع بالنسبه لهم، واعتقد هو سيناريو مشابه للموسم اللي فات. لكن المهندس ماجد سامي رئيس وادي دجله شايف من خلال تصريحاته ان تكيس بيعمل كل الشغل المطلوب منه وماشي بشكل جيد، واحنا ما بنسرعش في اقاله اي حد يعني، ودي فكر او ده فكر في الاداره يعني مميز في الحقيقه يعني. طيب موقع الكابتن، الاكيب كاف يتجه لتعديل موعد كاس الامم الافريقيه 2021. طيب المكتوب في الخبر ده ان يعني التفكير عند الكاف ان هم يعدلوا ليه؟ لان مشكله الطقس وكلام من ده يعني. ميعاد البطوله يعني، احنا اخر بطوله في مصر كانت في شهر 6 و7، فبالمناسبه كمان كاس العالم للانديه 2021 هتبقى في الشهر 6 و7، هتبقى في شهر 6 و7، فهتتعارض مع بطولة كأس الأمم الأفريقية. وهم في الخبر بيرجحوا، إن ده السبب الأساسي أو ده السبب الرئيسي، إن عشان ما يبقاش فيه تعارض ما بين البطولة وما بين كأس العالم للأندية. لكن عموما هيبقى في اجتماعات في الكاف الفترة اللي جاية، وأكيد هيحسموا الموقف ده. طيب بوابة الشروق بتتكلم عن ماتشات النهارده، واهم الماتشات دي طبعا ليفربول ونابولي وبرشلونه ودورتموند في دوري الابطال، واحنا قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه الماتشات بتاعه النهارده، وصلاح ان شاء الله يكون موفق لان نسبه كبيره هو خلاص بقى سليم طبقا لتصريحات يورجن كلوب، واعتقد ان هو هيشارك في المباراه بشكل اساسي. طيب يلا كوره، تقارير انجليزيه بتقول ان بيشكتش يريد تمديد استعارته لمحمد النني، وهم شايفين محمد النني بيأدي باداء جيد. بالمناسبه فعلا محمد النني بيلعب ماتشات كبيره هناك في تركيا، فهم عندهم بالمناسبه برضو شرط في العقد، او عندهم احقيه الشراء مقابل كام؟ 13,700,000 يورو، لكن هم بيفضلوا ان يمدوا الاعاره سنه كمان يعني. فهنشوف الامور هتنتهي بايه بخصوص محمد النني. نروح لموقع بطولات، رسميا جواو فيليكس يتوج بجائزه الفتى الذهبي العام 2019 بعد منافسه مع سانشو، طبعا نجم
بورسيا دورتموند ونجم المنتخب الانجليزي، وايضا اللاعب كاي هافرتس لاعب بايرن ليفركوزن. والجائزه دي بتقدم من صحيفه توتو سبورت الايطاليه كافضل لاعب شاب في العالم لعام 2019. هو لاعب مميز جدا، لاعب اتلتيكو مدريد في الحقيقه جواو فيليكس، ولاعب المنتخب البرتغالي خليفه كريستيانو رونالدو يعني بيطلقوا عليه كده دايما. اخر خبر معانا من عرب، الكشف عن اصابه ايدن هازارد ومده غيابه وموقفه من الكلاسيكو. في الدقيقه حاجه و60 امبارح كده اعتقد 67 او 68 خرج ايدن هازارد مصاب بعد تدخل عنيف من توماس مونيه الظهير الايمن لباريس سان جيرمان. فاللاعب حاول حتى انه ينزل الملعب بس ما قدرش، اصابه في الكاحل او كدمه قويه في الكاحل. الناس قلقت شويه انه يكون في حاجه في العظام الخاصه بقدم هازارد، وجمهور قلق جدا، لكن خلاص النهارده ريال مدريد اصدرت بيان وطمنت الناس يعني جماهير ريال مدريد ان اللاعب مش هيلعب بس مباراتي الافيز واسبانيول، وهيغيب 10 ايام وهيكون جاهز ان شاء الله لمباراه فالنسيا يوم 15 ومباراه الكلاسيكو امام يوم 18 من شهر ديسمبر. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه اتكلمنا فيها بتفاصيل متنوعه ومختلفه. بعد الفاصل هيكون معانا الاستاذ عمرو محيي الناقد الرياضي باخبار الرياضه، هنستفيد في الحديث في بعض الامور. استنوا. استاذ عمرو محيي الناقد الرياضي باخبار الرياضه بينورنا وشرفنا. استاذ عمرو اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ الحمد لله نورت. الحمد لله ربنا يخليك ونورك. هنتكلم عن الاهلي خلال الفتره الحاليه من الفريق الاول بالتحديد، وخصوصا بعد مباراه الجونه بعد فتره توقف طويله، ورايك في المباراه والاداء والنتيجه. تمام، بعدين نخش بقى في النجم. تمام، نقدر نقول ان النادي الاهلي حاليا هو يعتبر الفريق المصري الوحيد على مستوى الانديه اللي بيقدم كره ممتعه، بعيدا عن المشاكل وبعيدا عن الحمد لله ما فيش اصابات، ما فيش مشاكل فنيه، ما فيش في بعض الاصابات، ما فيش يعني في طبعا يعني، بس بالمقارنه بالسنه اللي فاتت نقدر نقول ان الحمد لله الدنيا اظبط بكتير، مظبوطه بكتير. الاهلي رجع بعد فتره التوقف الدولي اللي هو كانت حوالي 3 اسابيع 4 اسابيع، رجع قدم اداء اكتر من كده، 5 اسابيع كانت بطوله افريقيا، حوالي 50 يوم يعني مش متذكر بالظبط. قدم اداء قوي، ما تاثرش في فتره التوقف، بالعكس تحس ان هم كانوا عملوا فتره اعداد جيده، فتره السفر للامارات كانت مفيده ليهم، رجعوا في حاله انسجام. اللعيبه الدوليه رجعت تخطت المرحله اللي هي النتائج السيئه اللي حصلت مع المنتخب الاول، حققوا فوز كبير على نادي الجونه اللي يعتبر من الانديه اللي دايما بتقدم مستوى جيد في بطوله الدوري. اي نعم في الفتره الاخيره عندهم اهتزاز في النتائج، بس دايما مباراه الاهلي والجونه بيكون فيها نديه، بس الاهلي المره دي عرف يسيطر على المباراه، كانت من طرف واحد. اتفاجئت لما شفت الاهلي بيلعب بنفس الاداء اللي ختم به البطوله قبل ما يتم ايقاف البطوله بسبب التوقف الدولي، ولا كنت متوقع الاهلي يظهر بالاداء الجيد اللي كان عليه يعني؟ الاهلي مع فايلر من على خلال الست مباريات اللي قبل الجونه كان ماشي بريتم ثابت حلو، المبادره الهجوميه، ما بيديش فرصه للمنافس ان هو يضغط عليه، فبالتالي الاهلي بقى ممتع هجوميا، فانا ما كنت متوقع ان الاهلي هيوصل السياسه دي. الاهلي استغل كل الظروف الايجابيه اللي كانت موجوده في المباراه، ان اللعيبه اللي نزلت بالتشكيله الاساسيه كانت في قمه مستواها، كانت في حاله التجانس، كان في توفيق قدام المرمى، كان في اهدار للفرص، بس احنا كان النادي الاهلي بيشكل هجمات كتير على مرمى الجونه، عرف يسجل اهداف، فالمباراه بالنسبه له كانت سهله، فهي ما تعتبرش مفاجاه، يعني النادي الاهلي يعتبر هو الطبيعي ان هو يكسب، انما المفاجاه ان هو يبقى الدنيا تتعقد معاه. اوكي، انا بتكلم هو طبيعي الاهلي يكسب ما شاء الله يعني، لكن انا بتكلم في خصوص الاداء بالتحديد يعني. البعض كان بيتوقع ان بعد التوقف هيبقى الاداء مش قوي زي ما ختم بيه النادي الاهلي. هي دي الجزئيه اللي بتكلم فيها. بفهمك لا، الاهلي هو واضح من ان المدرب فاير عارف يحط الاساسيات بتاعته، عارف عارف يفهم اللعيبه ويحفظ اللعيبه، يعني طريقه لعبه وهو علاقته كويسه باللعيبه، فبالتالي بعد ما رجعوا اللعيبه اللي هو سواء كانوا معاه في فتره التوقف الدولي او اللعيبه الدوليه اللي انضمت ليه، عرفوا يدخلوا سريعا تاني مع جو النادي الاهلي، يدخلوا تاني سريعا مع جو بطوله الدوري، فكان التاقلم سريع. ممكن
للناس الغريبه عن النادي الاهلي او اللي مش متابعه النادي الاهلي تتفاجئ، انما هو اللي عارف النادي الاهلي وعارف شخصيه النادي الاهلي ان هو شخصيه البطل، وان الظروف الايجابيه اللي ما يعيش فيها النادي الاهلي حاليا بتخليه الطبيعي ان هو يقدم اداء قوي حتى لو كان في فتره توقف طويله. ابرز نجوم المباراه من وجهه نظرك؟ وليد سليمان. يعني وليد سليمان دايما بيعتبر هو الايقونه الجميله من اخر فرقه للاهلي حققت بطولة افريقيا. تألقه وتسجيله لثلاث اهداف يعني شيء اسعد النادي الاهلي يعني. بالتاكيد لو وليد سليمان حافظ على المستوى دوت ودخوله للتشكيل الاساسي هيكون له دور كبير جدا في بطولة افريقيا. ما ننكرش وما ننساش طبعا ان هو كان ليه دور كبير في بطولة افريقيا اللي احنا وصلنا فيها المباراه النهائيه. طبعا كان هو يعتبر السوبر هيرو بتاع النادي. فلما وليد سليمان يستعيد مستواه وربنا يبعد عنه الاصابات ويدخل الفورمه، متهيألي هيكون ليه دور كبير قوي السنه دي برضو في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. في المقابل احنا مقبلين على مباراه مهمه جدا في بطوله مختلفه، مباراه النجم الساحلي. بتشوف ازاي المباراه دي ومن وجهه نظرك كيف سيتعامل الاهلي في مواجهه النجم الساحلي؟ انا شايف ان مباراه النجم الساحلي دي تعتبر هي الاختبار الثاني الحقيقي لفايلر. التاني ليه؟ الاختبار الاول كان ايه؟ كان نادي الزمالك. نادي الزمالك ماتش القمه كان يعتبر تاني مباراه ليه، فقدر بس البعض ممكن يقول لك اصل ماتش الزمالك ما كانش اختبار حقيقي لفايلر، يعني بعض كان طلع فتره اتكلم في الاتجاه ده. يعني على اي اساس؟ يعني مباراه القمه دايما بيكون ليها حسابات صعبه طبعا. المدرب يعني نادي الزمالك نادي كبير، نادي كبير مهما طبعًا. كان في مشاكل، في اصابات، في عدم استقرار. في ماتش الاهلي والزمالك ليها حسابات ثانيه، ممكن يكون الفريق الأسوأ في الفتره اللي قبل مباراه القمه تلاقيه هو اللي كسب يعني، واحنا شفناها كتير يعني. المدير الفني اللي بيكون ماسك الاهلي او الزمالك فتره طويله بيجي قدام ماتش القمه بيبقى عامل حسابات كتيره ليها وحاطط كذا سيناريو، فما بالك لما المدرب يكون يا دوبك لعب ماتش واحد قبليه قدام فريق افريقي يعني مش من الفرق الاولى ولا من الفرق الثقيله، وداخل على طول تاني ماتش الزمالك وعمل بدايه قويه في المباراه، كان ممكن يخلي يخرج بنتيجه كبيره لولا ضربتين الجزاء اللي هي كانت باخطاء دفاعيه يعني غير متوقعه يعني. مباراه النجم رغم ان النجم نقدر نقول ان هو بيعاني من اصابات ومن غيابات بسبب ايقاف من المباراه اللي فاتت، لكن ما نقدرش نقول ان مباراه النجم هتكون سهله يعني. لا طبعا النجم يعتبر هو المنافس الاساسي او المنافس الاشرس للاهلي في المجموعه يعني. مع احترامنا طبعا لنادي الهلال السوداني وشعبيته الكبيره، واحنا عارفين ان مباراه الاهلي والهلال دايما بتكون مباراه صعبه مش سهله الحسم، وطبعا الفريق الرابع اللي هو بلاتينيوم. لكن انت حظك او القرعه وقعتك ان انت بتواجه اقوى منافس ليك في اول مباراه وخارج ارضك. سواء كان بقى النجم بيلعب على ارضه في سوسه او بيلعب خارج ارضه في رادس، لكن هو في الاول والاخر بيلعب في تونس. الازمات اللي بيعاني منها الفتره اللي فاتت انا شايف ان هي هتكون دافع ليه ان هو يكون يقدم صوره قويه وصوره احسن. الازمات هتكون دافع طبعا، اصلا دي بطوله مختلفه وده بدايه مشوار. يا اما تبتديها صح يا اما تواصل السقوط وتواصل التخبط. فهو طبعا مع جريده وبطوله مختلفه عن بطوله الدوري او بطوله البطوله العربيه اللي كانوا خرجوا منها من فتره، تمام، هم عايزين يظل ليهم تواجد قوي في الموسم دوت. هم ترتيبهم السادس في بطوله الدوري المحلي، لكن هم ليهم مباراتين مؤجلتين لو لعبوها هيكون الفرق بينهم وبين الاول نقطه يعني. وضعهم مش سيء، النادي النجم يقدر يرجع في اي لحظه بيلعب على ارضه. طبعا ما ننساش ان المباراه الاخيره اللي احنا مع النجم كانت مباراه في برج العرب خلصت 6-2. فطبعا المباراه دي طبعا هيكون في شحن جماهيري وشحن معنوي للعيبه، ان احنا عايزين نصحح الصوره اللي حصلت في المباراه ديت. احنا اخر مره رحنا لعبنا فيها النجم كنا خسرنا 2-1 مفسوس، كان هدف صالح جمعه ساعتها بالظبط. طبعا احنا مش عايزين ندخل بنغمه احنا لينا كعب عالي في رادس. كل مباراه ليها ظروفها، وكل ليها تاريخ فعلا في رادس يعني، ما حدش يقدر ينكره، لكن كل مباراه ليها ظروفها طبعا بالظبط يعني. وبالعكس انا بالنسبه لي الكلام لما دايما ردده كتير بيبقى ليه نتيجه عكسيه علينا ونتيجه ايجابيه على اصحاب الارض، اللي هو يعني احنا كاننا بنستفز الفريق التونسي ونقول احنا هنكسبكم، كعبنا عالي عليكم في ارضكم. يعني احنا مفروضا
نبقى أهدى من كده. أنا عارف إن لعيبة الأهلي بعيدا عن الأجواء اللي هي المشاحنات الإعلامية أو المقالات الإعلامية اللي بتتكتب في الخصوص دوت، لكن تونس بيقروا الكلام دوت فأكيد بيتشحنوا، وإحنا مش عايزين نخلي المباراة صعبة خارج الملعب يعني. لا اكيد العلاقات دايما بتبقى مميزه في الحقيقه ما بين مصر وتونس، وحركه كانت حركه جميله ان هم كرموا طبعا رمضان صبحي قبل مباراه. هو على حسب الكلام اللي عرفناه اللي وصل من هناك ان هيبقى في تكريم النهارده على هامش المران، يعني في مقابل في تصريحات خرجت من بعض المسؤولين في النجم الساحلي قال لك لا يعني مش عارفين حقيقه الكلام ده، لا هيبان في خلال التمرين النهارده، لكن لو حصل طبعا تبقى لفته ممتازه طبعا. خصوصا ان دايما الاهلي والنجمه والاهلي والانديه التونسيه دايما تبقى علاقات ممتازه ما بينهم في الحقيقه. طيب بالتالي متوقع تشكيل النادي الاهلي ايه لمباراه بعد بكره ان شاء الله؟ متوقع طبعا الشناوي كحارس مرمى، يعني مركز حارس المرمى ما بيتغيرش. ما توقعش ان هو يكون في تغيير عن رباعي خط الدفاع اللي لعبه في ماتش هم اللي في ماتش الجون، يعني ممكن يمكن طبعا احمد فتحي ما لعبش المباراه اللي فاتت لاسباب فنيه، لكن هو ممكن يكون ليه دور كبير طبعا في ماتش النجم الساحلي. خبره لعيب تقيل، لعيب عنده خبره افريقيه تقيله، ممكن يلعب في ناحيه الباك يمين او ممكن يلعب جنب عمرو السوليه في وسط الملعب. تتوقع ايه؟ هو بنسبه اكبر ممكن يلعب، يعني انا مش عارف وايلر كل مره طبعا بيفاجئ، محدش قادر يتوقع يعني. هو ممكن مره واحده مره تلاقيه زي الماتش اللي فات لعب بالسوليه لوحده في المركز خط في وسط الارتكاز، ومره ممكن تلاقيه بيلعب ديانج، ممكن مره بيلعب كان في حمدي فتحي مع سوليه كان على طول. يعني كل ماتش بتلاقي مره يدخل الشيخ، مره يخرج الشيخ، مره بيلعب أجاي، مرة يلعب مروان محسن. فهو ماشي بسياسة الروتيشن، لكن الروتيشن اللي هو ما بيهزش التشكيل وانسجام الفريق، بحيث ان انت لا قدر الله حصل اصابة انت عندك البديل جاهز ويقدر يلعب. فوجود احمد فتحي طبعا سواء بقى كباك عايزه موجود في المباراة كعنصر خبرة يعني مهم. طبعا لعيب حماسي، لعيب بيعرف يمسك الكورة، لعيب بيعرف يعمل انطلاقات هجومية، بيعمل عرضيات. اعتقد ان هو طبعا الكرات العرضيه هيكون ليها دور كبير جدا في حاله طبعا لو احنا اعتمدنا على مروان محسن كهو راس حربه. فاعتقد ان وجوده سواء كخط وسط او كمدافع هيبقى دور مهم جدا يعني كدفاعيا يعني. طيب يبقى انت بترجح ايه برضه في النهايه؟ يلعب باك رايت ولا يلعب خط نص مع السوليه؟ لا انا شايف ان هو يلعب باك رايت. باك رايت باك رايت. طيب يبقى كده من وجهه نظرك فتحي مكان هادي. بالظبط. ومعلول موجود ورامي وايه؟ وايمن اشرف. ايمن اشرف. نص الملعب بقى. احنا قلنا هيبقى فيه السوليه وجنبه ديانج. تمام. طبعا في بقى حسين الشحات ما شاء الله عليه حسين الشحات. حسين الشحات كان عليه ضغوط كبيره جدا اول ما جه النادي الاهلي، لعيب جاي الناس كانت مركزه على كل صفقه كبيره جدا وجاي كمان في فتره انت عارف الموسم اللي فات كان في فتره متوتره جدا ومشاحنات ما بين الاهلي والزمالك وبسبب المشاكل اللي مش عايزين يعني النادي بيراميدز والفلوس اللي اتدفعت وده صفقه الموسم وصفقه القرن، يعني كان في مشاحنات كتير على حسين الشحات، كان عليه اي شاب في مكانه مش ممكن يتحمل. اكتر دايما بتبقى من الانديه الاخرى، يعني في اتجاه النادي الاهلي عمره ما بيبتدي مشاحنات في الحقيقه. الاهلي بيشتغل ككيان وكلعيبه طبعا بيشتغلوا، بس شحات، رمضان صبحي، اي لعيب بيقرا اللي بيحصل في السوشيال ميديا. هو في مصر في الاخر، يعني مثلا احنا لو قلنا مثلا اللي بيحصل في مثلا يعني مع جاريس بيل ويلزي مثلا بيتقطع بس هو في الاخر يقول لك انا ما اعرفش اسباني، فانا بالنسبه لي اكتبوا اللي تكتبوه انا مش حاسس، بس السفاره يعرفها يعني الناس بتصفر عليه ده، لكن هو في الاخر ممكن يتحمل اللي بيحصل في الملعب، انما ما بيقراش اللي بيحصل في الجرايد، ما بيقراش السوشيال ميديا بالاسباني، مش متابع. انما مثلا الشحات طبعا ابن بلد ومصري وعارف اللي بيتقري والناس زمايله بيوصلوا له، فهو كان مضغوط. هو الفتره الاخيره دي عارف يتحرر، خصوصا كمان بقى بعد ما الموسم خلص وخدنا بطوله الدوري، حقق اول بطوله مع الاهلي، عاش فتره اعداد من البدايه، انضم للمنتخب بقى من اللعيبه الدوليه. لا الشحات فاق كتير الفتره اللي فاتت، وطبعا رمضان صبحي طبعا ابتدى الريتم بتاعه يتصاعد، بطوله افريقيا 23 كانها كانت حتى من قبل البطوله مع النادي الاهلي كان عامل شغل كويس جدا رمضان، بس البطوله دي تحس ان هو يعني حتى الجمهور حتى الزملكاويه كله حب رمضان صبحي، يعني رمضان صبحي اللي كان قبل ظهر بشخصيته قائد وشخصيه وروح في الملعب. يعني نتمنى طبعا ده هيفيد النادي الاهلي طبعا، وهيفيد المنتخب الاول الفتره الجايه، وهيفيد طبعا المنتخب الاولمبي
في الدوره الاولمبيه في طوكيو 20. فاضل لنا دلوقتي احنا قلنا الشحات ورمضان وفي مجدي قفشه تمام، وبقى راس الحربه انا شايف مين بقى؟ انا شايف انه يعني عندك ثلاثه دلوقتي، مروان ازارو اجايل. مروان لو انت ناوي تلعب على الكرات العرضيه يعني فاهم يعني، او ناوي طبعا او ناوي تعتمد عليه كمحطه عشان تخلي مثلا قفشه او الشحات ورمضان هم اللي يبقوا مهاجمين وهميين يجوا من ورا لقدام ويعملوا الهجمات الاختراقات او التسديدات من بعيد. ازارو طبعا ازارو ممكن يكون هيبقى في حاله ان انت عايزه يبقى هو اللي يعمل التحركات وعايز يعمل هو الاختراقات بنفسه، خصوصا ممكن ان هو يكون هيكون اسرع يعني انطلاقته بالكره ممكن تكون اسرع. ازارو في مباريات شمال افريقيا بيبقى مميز جدا في الحقيقه، يعني احيانا يعني بس هو يعني هو طبعا يعني مثلا هو كان حظه حلو على النجم الساحلي جاب فيهم هاتريك في ماتش بتاع 6-2. بالظبط ممكن تكون دي اعتبارات ممكن يكون بيفكر فيها مدير فني بالمناسبه يعني الله اعلم. ما ممكن برضه مفكر يعني نقول كان وليد سليمان برضه وقتها كان جاب جون وليد سليمان في ماتش السته كان هدف، فاكره كان علي معلول وثلاثه ازارو ورامي ربيعه جون وهدف حمدي النجاس في مرمى. كان وليد تقريبا اشترك في الهدف ده. في هدف كده جابه يعني بطريقه لطيفه يعني. انا يعني لو كنا عايزين لو فايلر برضو بيفكر في الحاجات المعنويه انا شايف ان وليد سليمان ممكن يبقى ليه دور في الماتش دوت يعني جاب ثلاث اجوان. على حساب مين؟ قفشه بقى. قفشه مع ان قفشه برضه بيأدي بشكل جيد. والله مش تقليلا منه بس انت محتاج لعيب بخبره. هي حيره خبرة مميزه يعني خبره المدير الفني ما تلاقي كل ما شاء الله اللعيبه في مستواهم وماشيين بشكل جيد فانت هتحتار مين اللي يلعب. وليد سليمان كان دايما وجوده في الملعب بيبقى بيرهب الدفاع الفريق اللي معروف قوي في تونس عارفين قدراته كويس جدا فهيبقى وجوده مهم جدا يعني. طيب يعني انت بتقول المهاجم هيبقى على حسب فكر هو عايز يبقى تفنيشه الهجمه ازاي يعني يا اما الاستراتيجيه بتاعته في المباراه هتبقى عامله ازاي تتوقعها ازاي؟ انا ممكن اتوقع مروان محسن يعني ده بالنسبه للمهاجم، لكن الاستراتيجيه نفسها انت من خلال قرايتك لمباراه مستر فايلر حتى الان مع النادي الاهلي تتوقع في مباراه كبيره زي دي هل هيهاجم؟ هيبقى في استراتيجيه دفاعيه مفاجاه ممكن نتفاجئ بيها مع مستر فايلر؟ هيبقى في اتزان مثلا انت تتوقع؟ اتوقع طبعا هيبقى النزعه الهجوميه اللي هتبقى موجوده للنادي الاهلي نزعه هجوميه هتبقى في نزعه هجوميه لكن مش هيبقى اللي هي ايه مش هتسيب المساحات ورا مفتوحه يعني دايما هيبقى في تعليمات بالتغطيه يعني مثلا لو في اختراقات او يعني في انطلاقات مثلا من مجدي قفشه او حسين الشحات ورمضان على طول يبقى في تعليمات من عمرو السوليه او من احمد فتحي بقى سواء كان هو اللي هيبقى في الوسط او الباك رايت ان هو يغطوا الاماكن ديت علشان ما يبقاش فيه هجمات مرتده. لكن اتوقع ان فايلر مش هيدي فرصه للنجم ان هو يضغطوك لان النجم او الفرق شمال افريقيا لو ضغطوك في ملعبهم المباراة هتهرب مننا صعب المباراة بتهرب مننا. تتوقع النتيجة ايه؟ يعني هي صعب التوقع اتوقع بس يعني انا اتمنى فوز الاهلي مثلا هو كلنا بنتمنى فوز الاهلي المصريين اكيد يعني فوز الاهلي 1-0 يعني واحد. لكن المباريات احنا الفترة الأخيرة دي احنا بنشوف مباريات بتتقلب في دقائق في دقيقتين يعني حسب ظروف كل ماتش بالظبط يعني احنا مثلا شفنا كان في ماتش الرجاء والوداد في البطوله العربيه والماتش في ارض الوداد الوداد يعني متقدم 3-1 وكان كسبان الماتش الذهاب تقريبا 1-0 يعني جابوا جونين والدنيا الماتش اتقلب والرجاء اتاهل في ارض على ارض الوداد وامبارح كنا شايفين توتنهام مغلوب 2-0 خلص الماتش 4-2 لا ماتش ريال مدريد وباريس سان جيرمان 2-2 2-2 دقيقة 80 جون بقى 2-1 82 بقى تعادل فالكرة انت في ناس بيقول لك ايه انا استنى اول 10 دقايق من المباراة وهعرف لك الماتش ماشي ازاي لكن دلوقتي انت ممكن الماتش تبقى 80 دقيقة وتلاقي اخر 10 دقايق البطولة بتتغير النتيجة بتتغير فلامينجو خطف البطولة من ريفر بليت في اخر دقيقتين كان مغلوب 1-0 كسب 2-1 بالظبط فبقى صعب الايام ديت مع الكره الحديثه والريتم السريع ان انت تتوقع النتيجه. ضغط المباريات خلال الفتره اللي جايه يعني ممكن ما نحسش بتاثر النادي الاهلي بخصوص ضغط المباريات في اول ماتشين ثلاثه لكن تتوقع انه ممكن يتاثر بعد مرور الثلاث ماتشات مثلا يعني انت ابتديت بمباراه الجونه بعديها باربع ايام على طول ماتش ايه النجم على طول هتلاعب بني سويف بعد كده تروح تلاعب الهلال بعد الهلال المفروض على ما اتذكر الاسماعيلي فماتشات كلها صعبه في عدد ايام قليل هل ممكن الاهلي يتاثر بجزئيه زي دي؟ الاهلي كان ممكن يتاثر
لو في احنا في موسم الموسم اللي فات يعني في اصابات كتير، فانت اللعيبه الاساسيه بتاعتك يا دوبك على القد. الاصابات ممكن تيجي نتيجه الاجهاد وتوالي المباريات برضه، لكن ولا دلوقتي بقى طبيعي ان انت تلعب ماتش كل 3 4 ايام زي ما بنشوف في اوروبا؟ هو ده الطبيعي يعني، هو الطبيعي يعني، الطبيعي ان احنا كنا نلعب ماتش كل اسبوع يعني طبعا، ده ومع كثره المؤجلات ده ما كانش الطبيعي، انما الطبيعي ان انت تلعب مباريات كتير. الذكاء المدرب ان هو يعرف يستغل المفاتيح اللي عنده كلها، كل العناصر الموجوده في القائمه. انت ما بيكونش مثلا عندك 25 لعيب علشان بتعتمد على 11 او 14 لعيب بس، هم دول انت بتدفع رواتب وبتجهزهم وبتدربهم حوالي 25 لعيب 30 لعيب تمام، لازم كل دول تستغلهم. وهو ده اللي بيعمله حاليا فايلر، ان هو بيغير مره تلاقي بيلعب فتحي، مره بيلعب هاني، مره بيلعب عاشور، مره بيلعب السوليه، مره بيلعب اجاي، مره بيلعب ازارو. في تنوع، ما بيغيرش في كذا مركز في نفس المباراه، لكن هو بيغير من في مركز بين كل مباراه ومباراه علشان يبقى فيه كل اللعيبه جاهزه. فاعتقد ان ده هيكون له دور كبير قوي، ان اللعيبه دي كلها تبقى عايشه جو المباراه، جاهزه بدنيا، جاهزه فنيا، وبتعرف تطبق الاسلوب الخططي بتاعه. فبالتالي مع توالي المباريات، احنا عايزين توالي المباريات يعني، احنا مش عايزين، احنا كجمهور طبعا عايزين نشوف كل يوم، عايزين مباريات كل يوم يعني طبعا. وفريق كبير زي النادي الاهلي عشان بيشارك في بطولات على مستوى عالي ومطلوب منه ان هو ينافس فيها، مش مجرد ان هو بيشارك، فلازم طبعا تكون لعيبته متفوقه بدنيا، وده اعتقد دور الجهاز البدني اللي موجود في النادي الاهلي. ده شيء اكيد مهم، ونتمنى لهم يا رب باذن الله كل التوفيق في كل التحديات المختلفه سواء محليا او افريقيا. بالتحديد التحدي الافريقي جمهور النادي الاهلي منتظره بشكل كبير جدا. شايف ان باذن الله السنه دي الاهلي عنده المقاومات اللي تساعده على تحقيق اللقب باذن الله يعني. الاهلي مختلف فنيا، الاهلي قوي جوه الملعب، شخصيه الفريق اللي عايز يكسب، صاحب المبادرة الهجومية. الأهلي كان الفترة اللي فاتت سواء مع لاسارتي أو الفترة اللي فاتت تحديدا مع لاسارتي، كان تحس إن هو مش عايز يبقى صاحب المبادرة الهجومية، كان دايما بيدي فترة، كان بيأمن أكتر، فبالتالي بتدي للمنافس اللي قدامك ثقة إن هو يهاجمك ويضغط عليك، فبالتالي المباراة بتهرب منك. أنت دلوقتي الأهلي سواء بقى في أفريقيا أو محليا، هو بقى عنده شخصية إن هو يهاجم، شخصية ان هو يبتدي المباراة عايز يسجل الاول، عايز يمسك المباراة، عايز يخلي المباراة تهرب من الفريق اللي قدامه. واعتقد ان دي تفرق كتير مع النادي الاهلي فعلا. احنا بقالنا كتير ما شفناش الاهلي بالطريقة ديت، وهو يعني يمتلك حاليا العناصر اللي بتساعده على الاداء الهجومي والاداء الدفاعي كمان يعني. الاهلي متميز، اعتقد ان هو حاليا الاهلي مكتمل الصفوف. هل من المنطقي ان الاهلي يستمر على هذا المنوال، ولا اكيد هيبقى فيه لا قدر الله يعني مستوى قل شويه كلام من ده؟ الموسم بيبقى طويل، انت عندك الموسم في مصر بيبقى ممكن يوصل ل 10 شهور شهر، ممكن يقعد سنتين ممكن فصعب ان انت في يعني بشر في الاخر يعني طبعاً. ممكن تقع ماتش، لكن بطوله الدوري تحديدا بطوله النفس الطويل يعني ما فيش مشكله ان انت لو خسرت ماتش او اتنين، لكن انت في الاخر بتعرف تجمع اكبر عدد من النقط. الجولات الاولى من بطوله الدوري اللي احنا فيها دلوقتي دي قبل التعب وقبل الارهاق، اعتقد ان دي فتره جمع اكبر عدد من النقط. والاهلي لحد دلوقتي ماشي بالسياسه ديت، ان هو بيجمع كل النقط اللي يقدر يجمعها من دون ما يخسر اي حاجه، تجنبا لايه للمطبات اللي في الجولات المتاخره بقى، في حاله الارهاق، حاله الاصابات، حاله توالي المباريات. اعتقد ان الاهلي يعني بادي بدايه مثاليه في بطوله الدوري، وهنشوف بقى ماتش النجم يعني، اعتقد ان هي هترسم شكل المنافسه. تتوقع توجه مين او توهج مين من لعيبه النادي الاهلي في مباراه النجم؟ مين اللي هيبقى نجم المباراه؟ اتمنى رمضان صبحي يعني. رمضان صبحي شايف طريقه تصرف مستر فايلر في التعامل مع رمضان، ان هو ريحهم مباراه الجونه ولعب تقريبا ربع ساعه على ما اتذكر يعني في المباراه دي، شايف ان ده كان قرار مناسب جدا عشان تريح رمضان لماتش النجم؟ طبعا يعني رمضان بذل مجهود كبير جدا في بطوله افريقيا، كان عليه ضغوط نفسيه وضغوط بدنيه يعني. هو رمضان تقريبا لعب البطوله بالكامل، كل دقائق البطوله، تمام، كل البطوله ما شاء الله. كان عليه ضغوط بصفته الكابتن منتخب مصر، بيلعب في وسط يعني منتخب اولمبي، احنا ما شفناش منتخب اولمبي بيلعب وسط 75,000 مشجع على تاريخ مصر، ما اعرفش يعني، ما اعتقد ان هي حصلتش برده على مستوى العالم، ان في منتخبات شباب او منتخبات اولمبيه بتلعب في الحشد الجماهيري دوت.
فكان امر صائب يعني ان هو طبعا يريحه، خصوصا ان هو شايف ان بدايه المباراه ايجابيه للنادي الاهلي. الاهلي الاهلي سيطر على المباراه، سجل هدف في اول ربع ساعه. الفريق الجونه ما كانش في قمه مستواه او قمه حالته، فما كانش فيه داعي ان هو كان يدخل لرمضان صبحي. ممكن يكون نزله اخر ربع ساعه علشان يعيشه تاني جو لعب الاهلي، يعني يعرف ينقله تاني ما بين لاعب المنتخب ولاعب الاهلي، ويبقى يكون جاهز لمباراه النجم الساحلي. اكيد نتمنى كل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي رمضان صبحي وكل اللاعبين ان شاء الله بشكل كامل. طيب بخلاف موضوع الاهلي، عايزين نتكلم شويه عن المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، والاثنين يعتبروا مرتبطين ببعض خلال الفتره اللي جايه، لان بعض التكهنات من دلوقتي الناس بتستنتج او تتوقع ان في عناصر المنتخب الاولمبي هتنضم مع كابتن حسام البدري، واسماء مختلفه بتقال في الصحف والمواقع المصريه. شايف ايه انت بخصوص الجزئيه دي، ومين الاقرب ان هو يكون موجود على حسب مستواه في التوقيت ده؟ لو مستواه مستمر بالشكل الجيد اللي انهى بيه بطوله افريقيا هيكون متواجد مع المنتخب الاول، تتوقع؟ هو بمناسبه اللعيبه اللي هتروح المنتخب الاول او لعيبه المنتخب الاول اللي هتروح المنتخب الاولمبي، حاسس ان الموضوع يعني كانه مثير للجدل، يعني مع انه هو في الاول والاخر كلها منتخبات مصريه. وفي الاول والاخر ما اظنش ان في لعيب منتخب اولمبي هيعترض ان في لعيب كبير انضم للفريق، يعني مش هيحصل مثلا ان احنا لو محمد صلاح انضم للمنتخب الاولمبي يطلع اي لعيب من المنتخب الاولمبي يقول لا انا احق. يعني هي التصريحات اللي اتقالت في بطوله افريقيا دي انا ليا راي ان هي كانت مجرد تصريحات حماسيه من اللعيبه. حماسيه طبعا. انت اصل الكلام ابتدى عن مين الثلاثي اللي يلعب في المنتخب الاولمبي قبل الماتش النهائي. يعني كلاعيبه شباب عندهم لسه سنهم ما يزيدش عن 23 سنه، فهم حسوا ان هو يا جماعه انتوا بتتكلموا عن الكبار، حقهم ان ما حدش يتكلم في التوقيت ده عن مين اللي هينضم، لكن برضه في نفس الوقت هم مش حقهم ان هم يقرروا مين يبقى معاهم. يقرروا بس هم اتسالوا، يعني هو يعني ما فيش لعيب اعتقد ان هو طلع بره بذكاء اكبر من كده. ذكاء اكبر بس يعني نقدر نقول ان هم قله خبره. وهم في الاول والاخر كله هيتقبل قرار طبعا شوقي غريب. بالنسبه للعيبه اللي تروح المنتخب الاولمبي للمنتخب الاول، ما اعتقدش يعني ان كابتن حسام البدري هيعمل تغييرات كبيره يعني في الـ في الـ في الـ في القائمة. يعني ممكن يضم كام عنصر مثلا؟ يعني ممكن يضم عنصر هجوم مهاجم. احنا عندنا استنى بس انت بتقولي ما اعتقدش ان كابتن حسام البدري هيعمل تغييرات كبيره في قائمه المنتخب حتى بعد الماتشين اللي فاتوا دول؟ ما اصل الماتشين اللي فاتوا انت مثلا انت كنت خسران محمد صلاح مثلا، محمد صلاح دي كانت قوة كبيرة. ممكن بس يكون بس دي حاجة تعبنا احنا على فكرة كمنتخب، ان انت عشان خسرت نجم طبعا كبير زي محمد صلاح فانت تتأثر بغياب محمد صلاح. البرتغال لما ميسي رونالدو ما بيلعبش بتكسب، الارجنتين لما ميسي ما بيلعبش بيكسبوا برضه، ما فيش مشكلة يعني. بالظبط. بس انا عايز اقول لك على حاجة، يعني احنا دايما منتخب مصر دايما بيجي في التصفيات تحس ان هو بيعرج، يعني احنا دايما كده دايما ليه طيب؟ ما تعرفش احنا بنحب البطولات المجمعه، يعني حتى المنتخب الاولمبي قبل بطوله افريقيا في المباريات الوديه اللي كان لعبها كنا وحشين جدا، احنا ما كناش متوقعين كنا نقول يا لهوي بص الكاميرون فيها كام محترف، بص نيجيريا، بص مالي، ده احنا يا رب نعدي من الدور الاول. احنا بنيجي في البطولات المجمعه بتلاقينا بنخش حاله البطل. فانا ما اعتقدش ان هيبقى في تغييرات كبيره على مستوى المنتخب الاول. هو طبعا رمضان صبحي وجوده اساسي، هو اصلا مش غريب عن المنتخب الاول، هيرجع تاني للمنتخب الاول، هو كان غاب الفتره اللي فاتت هيرجع تاني. طبعا مصطفى محمد هيبقى موجود اعتقد. طبعا في خط الدفاع الكلام كله بيتكلم على اسامه جلال، لاعب مميز. بالظبط. بيكهام برضو ممكن يكون، هي دي المراكز يعني. انما المنتخب الاول نقدر نقول هو في حاله عدم توفيق حصلت ليه الماتش اللي فات، الماتشين اللي فاتوا طبعا، زائد مع بدايه كابتن حسام البدري كلها كانت كل الظروف عكس وغياب محمد صلاح. هو في ظروف كمان خلقها الجهاز الفني بصراحه، عشان نتكلم بصراحه الجهاز الفني شرط الكابتنه وبعض الامور الاخرى على ما اتذكر. كان ايه تاني؟ كان في مشكله تانية ازمه موضوع بيراميدز. لعيبه بيراميدز برضو لعيب يعني لعيبه مؤثره يعني. فهي يعني ما نقدرش نظلم اللعيبه بتاعت المنتخب الاول في الفتره ديت. وان شاء الله يعني احنا اتعودنا، يعني انا بالنسبه لي احنا مرينا بالمواقف دي قبل كده كتير جدا. مع التصفيات دايما كنا بنتعود ان هي تبقى تصفيات كاس عالم، انما تصفيات بطوله افريقيا دي مش للدرجه دي. بس ان شاء الله احنا جبنا 3 بطولات ورا بعض بسبب التصفيات. ظروف استثنائيه يعني، كانش في دوري، ما كانش في فاهم يعني، كانت اللعيبه وقتها يعني يا دوبك هي بتلعب مع المنتخب، يعني انت بتبقى قاعده بتتمرن مع النادي وتيجي تلعب مع المنتخب. اعتقد الدنيا تبقى لا يعني الدنيا ظروف مختلفه، واعتقد ان شاء الله
هتتلم يعني من هنا المارس الدنيا هتتظبط يعني. طيب عايز اتكلم معاك عالميا سريعا كده في دقيقه، امبارح رايك ايه في الماتشات واهم ماتش من وجهه نظرك، والنهارده كمان في ماتشات مهمه جدا ابرزهم بورشيا دورتموند وبرشلونه، مباراه رقم 700 لميسي مع برشلونه، وفي كمان مباراه ليفربول ونابولي. النهارده هو بالنسبه لامبارح يعني عايز اقول لك ان رغم ان كان في ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وشختار، بس كانت الناس بتتفرج على توتنهام عشان مورينيو. مورينيو اولمبياكوس يعني مورينيو بيعطي حاله اهميه، بيضاعف من اهميه النادي اعلاميا طبعا 10 مرات يعني. مورينيو في اول حي الولد اللي جامع الكره ادى الكره بسرعه للاعب، اعتقد اوريال اللي لعب رامي تماس وهدف احرزه الهدف الاول يعني او الهدف الثاني ولا الاول؟ كان الاول تقريبا. كانت مورينيو عموما يعني في اول مباراه ليه كان قدام وستهام في صوره كده اتصورت ان مورينيو هو واقف على المنطقه الفنيه قبل ما المباراه تبتدي، كان في حوالي مثلا 100 مصور 50 على يمينه 50 على شماله عشان يصوروا اول صوره لمورينيو في اول مباراه امبارح. فهو دايما هو شخص مثير للجدل خارج الملعب ومثير للجدل في المباريات يعني. امبارح خسران 2-0 على ملعبك، عارف يحول النتيجه 4-2، خطف الاضواء من ريال مدريد وباريس سان جيرمان اللي كانت برضو مباراه مثيره، لكن هو وجوده بيضاعف من اهميه اي فريق واي مباراه. مباراه النهارده برضو في زي ما انت قلت مباراه رقم 700 لميسي، وكل الصحف الاسبانيه والعالميه بتتكلم خلاص بتهيئ الجو ان ميسي هيستلم الكره الذهبيه الستة يوم الاثنين. في كلام انه فرانس فوتبول ان هو خلاص اتصور وانت عارف الكلام واللقاء والكلام دوت. النهارده برضه هيبقى المباراه الرقميه ليورجن كلوب على مستوى ادارته للمباريات على دوري ابطال اوروبا رقميه، فهتبقى برضه مباراه مهمه مميزه بالنسبه له. صلاح هيلعب؟ اتمنى ان هو يلعب نسبه كبيره اعتقد ان هو هيلعب، بس يعني اتمنى ان هو يعني ما يكونش فيه مخاطره بمحمد صلاح. اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لكل نجومنا المصريين بالخارج، ونتمنى كل التوفيق اكيد لمنتخباتنا المصريه وللاهلي تحديدا قبل 48 ساعه من مباراه مهمه جدا مع النجم الساحلي، ان شاء الله نكون موفقين فيها. استاذ عمرو نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد جدا بتواجدك معنا النهارده. شكرا يا امير، وشكرا لاستضافتكم وبالتوفيق للنادي الاهلي قدام النجم، ان شاء الله تبقى بدايه كويسه في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. استاذ عمرو محي الناقد الرياضي باخبار الرياضه كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده. دي كانت حلقتنا، بكره حلقه مهمه اخرى من كلام في الميديا باذن الله تعالى. الى اللقاء.